أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التدوين والتوثيق في حفظ المنجزات الوطنية لتكون مرجعا مهما للأجيال المقبلة وتعزيزا لتاريخ وإرث البحرين الزاخر بالعطاء والنجاح. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث تشرف معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإهداء سموه النسخة الأولى من كتابه تاريخ القضاء في البحرين والذي يوثق مسيرة القضاء منذ عام 1783 مع قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس الشيخ أحمد الفاتح وحتى نهاية الثالث الثاني من العام الجاري 2021 في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. قد أعرب سموه عن شكره وتقديره على هذا الإهداء الذي يوثق لمسيرة القضاء في مملكة البحرين، ومشيدا بالجهود التي تمت من أجل جمع وتوثيق وإعداد هذا الكتاب الذي يعد مرجعا مهما فيما يخص تاريخ القضاء وأهم مراحل تطوره وما تم تحقيقه من منجزات حتى اليوم. من جانبه أعرب معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء وما أبداه سموه رعاه الله من اهتمام لمسيرة التوثيق في المملكة دعما للثقافة وترسيخا للذاكرة الوطنية المشرقة والزاخرة بالإنجازات، ومشيرا إلى أن القضاء في البحرين مشهود له بالنزاهة والتمكن منذ قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والتي خطت نحو تعزيز مرفق القضاء وجعله واحدا من ألمع مؤسسات القضاء في المنطقة.